استأذن من حضرتك ناخد عدد من الأسئلة من السادة الصحفيين ومراسلي قنوات التلفزيونية. اتفضل. 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 شكرا استاذ هاني. معالي الوزير، انا اسمي عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز في مجلس الوزراء. عندي سؤالين مرتبطين ببعض بشكل مباشر. يعني السؤال الاول، حضرتك عارف الايام دي موسم بيد زراعه الارز، وكان في تعليمات مسبقه من الحكومه بالتضييق علشان موضوع المياه وكده في بعض المحافظات اللي هي بتتميز بزراعه الارز. هل السنه دي في اي تعليمات، ولا الوضع هيمشي يعني مش هيبقى في اي تعليمات للفلاحين، خاصه ان كان في نقص العام ده بالنسبه للارز واحنا استوردنا من بره؟ السؤال الثاني مرتبط بالزراعات الزيتيه. حضرتك تعلم بان موضوع منتجات الزيت مهمه جدا لكل بيت في مصر، والاسعار بتزيد حسب الاسعار العالميه، ومصر فقيره في هذا الامر. ليه ما عندناش استراتيجيه تعمل عليها الحكومه من خلال وزاره الزراعه بتوطين هذه الزراعات يا فندم، خاصه ان في بلاد كتير سبقونا في ده، واحنا ظروفنا المناخيه تسمح بتوطين هذه الزراعه، لان ده بيمثل امن قومي او امن غذائي بمعنى اخر. شكرا عليك. انا بشكر حضرتك على السؤالين دول يعني، لكن برضه اسمح لي اقول ان احنا زي ما قلنا كده في ضوء الموارد المحدوده بنعيد تخصيص الموارد بما يحقق الكفاءة الاقتصادية. موضوع الرز نفس الإجراءات اللي تمت في خلال السنوات السابقة بتتم خلال هذا العام، مفيش تغيير. لكن زي ما انت عارف الظروف المرتبطة بنا بأحد التحديات المرتبطة بالزراعة وهي محدودية المياه، وبالتالي دائما الدولة المصرية عندما تدرس قرار لابد ان احنا ناخد كل الظروف المحيطة وعند اتخاذ قرار معين. فاحنا بننسق مع معالي وزير الري، ودائما بنطلع سياسات وإجراءات وواضح الصورة ومحددين المساحات في ضوء الظروف بتاعتنا. واعتقد احنا يعني ان شاء الله، يمكن حضراتكم سمعتوا في الفترة اللي فاتت بعض نجاح زملائنا في قطاع البحوث الزراعية باستنباط اصناف عالية الانتاجية، وده محور اخر قد يؤثر على او يدفع النمو في هذا الانتاج حتى لو المساحة ما زادتش. وبالتالي في هذا الامر في مسألة الرز في تنسيق متكامل. اما فيما يتعلق بالمحاصيل الزيتية، ويمكن دولة رئيس الوزراء من العام السابق وجهنا بان احنا نهتم بهذا الامر، مسألة فول الصويا، مسألة عباد الشمس. يمكن حضرتك شفت التطور اللي تم ان شاء الله هيتم في مسألة القطن، وده بيعتبر برضو احد المحاصيل الزيتية واحد المحاصيل العلفية اللي بتؤدي الى كذا. الذرة عندنا محاصيل كتير جدا، لكن كان في تنسيق وتوجيه من دولة رئيس الوزراء ان احنا نتوسع في الزراعة التعاقدية، وبالتالي وزارة الزراعة خدت على عاتقها هذا الامر، وبنبدأ نعمل تهجين ونجيب الاصناف والبذور بحيث تبقى متوفرة عشان نطمئن ان البذور بتاعتنا متأقلمة مع الظروف المناخية. وفي نفس الوقت عندنا تنسيق مع معالي وزير التموين بحيث ان دي من الزراعات التصنيعية، وبالتالي الفلاح عشان يزرع لابد ان يكون هناك تعاقد من صاحب المصنع، وبالتالي الدولة عندها توجه في التوسع في المحاصيل الزيتية اللي هي محاصيل تصنيعية عشان يبقى هناك ربط ما بين الزراعة والصناعة. وبالتالي مسألة، يمكن حضراتكم بتشوفوا توجيهات فخامة السيد الرئيس توطين الصناعات، وبالتالي عندما تتوسع في محصول لابد أن يكون الاستخدام بتاعه موجود، وبالتالي هناك تنسيق كامل بين الدولة المصرية. ويمكن حضراتكم لمستوا في الفترة الأخيرة أن الدولة المصرية بتعمل في انسجام وفي إطار تكاملي، كل وزير عشان ياخد قرار في قطاع معين لابد أن يبقى هناك تنسيق مع الوزارات الأخرى المرتبطة. يعني شكرا فندم. ناخد حد معالي الوزير. يعني اسمح لي بس، أشرت حضرتك إلى دور القطاع الخاص. دور القطاع الخاص يمكن يكون ليه دور خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بزراعة القمح. ماذا عن دور القطاع الخاص في دورة في زراعة القمح؟ تاني حاجة برضو استراتيجية الدولة في زيادة يعني نسبة الزراعة في القمح. شكرا. اشكرك. طبعا انت عارف ان محصول القمح ده محصول استراتيجي، وبرضو حاجة عايز اقول لك حاجة، ان معظم المشروعات الزراعية الغالب فيها قطاع خاص. يعني المشروعات الزراعية الغالب فيها قطاع خاص. يعني لما اجي اشوف مساحات الزراعة المنزرعة قمح الاقي نسبة تفوق 90% منها كلها قطاع خاص. لكن دور الدولة لابد ان يكون داعم وصبرت للقطاع الخاص. يمكن لو سمحت لي ان انا اقول احنا بنقدم ايه للقطاع الخاص. احنا في بداية السنة المحصول، اولا الدولة المصرية بدون ما كنا نعرف ان في ازمة اعلننا السعر التعاقدي، وكان ازيد من العام السابق 100 جنيه. يعني الدولة كانت واخدة اجراءات استباقية. ثانيا ان احنا الاول مرة بنزود نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة، لان لما تزرع من التقاوي المعتمدة الانتاجية بتزيد اكثر من ان انت تستخدم تقاوي من عندك او خلافه. زيادة الحقول الارشادية، احنا الاول مرة يبقى عندنا 8000 حقل ارشادي.
انت لو شفت الحجم الانتاجيه اللي موجود في ناس تجاوزت ال 20 و22 و25 ده نتيجه ايه؟ لو رجعت للماضي كنت تلاقي الفدان بينتج 10 و12. التوسع ده وتحسين الانتاجيه ده جهد للدوله عشان نشجع القطاع الخاص، وبالتالي يمكن حضرتك شفت ان المساحه زادت نتيجه التوسع الافقي. الحاجة التانية نتيجة احنا اعلان السعر بدري شوية. الحاجة التالتة نتيجة الانتاجية زادت نتيجة التوسع الرأسي وزيادة الانتاجية. فاعتقد الدولة ان شاء الله مع المشروعات القومية، يمكن سيادتك شفت دولة فخامة السيد الرئيس في افتتاح برضو تاني مستقبل مصر، التوجيه على المحاصيل الاستراتيجية. الدولة اذا كانت بتستهدف 3.5-4 مليون خلال السنتين او الفترة القادمة، نسبة كبيرة منهم احنا حاليا في اطار التركيبة المحصولية اللي موجودة للوضع الارض على الطبيعة حاليا، اكثر من 50% من مساحات الاراضي هي موجهة للمحاصيل الاستراتيجية. فنفس النهج هيزيد ان انت بتزود محاصيلك الاستراتيجية، بتدعم محور التوسع الرأسي، بتأدي برضو الى زيادة قدرتك التنافسية في الصادرات وبالتالي مصدر للعملات الاجنبية. فأقول هناك يعني احنا بنشتغل في اطار استراتيجية واضحة حسب الرؤية وحسب توجهات الدولة وحسب مسألة الامن الغذائي اللي هي لها قيمة كبيرة عند القيادة السياسية. تفضل استاذ هاني نحاس، قناة صدى البلد. معالي الوزير، طبعا بعد التحية، في دايما يعني نقدر نقول شائعات بتتردد، شائعات موسمية مع دخول فصل الصيف مرتبطة بالمبيدات المسرطنة. يعني اكيد سيادتك تابعت خلال الايام اللي فاتت اتهامات تطول بعض انواع واصناف الفاكهه المصريه. هل الفاكهه المصريه او الخضروات المصريه المصدره للخارج او حتى للاستهلاك المحلي امنه؟ شكرا معالي الوزير. شكرا، انا يعني بشكرك على هذا السؤال، ودائما يعني احنا يعني بنحاول نعمل مداخلات مع حضراتكم عشان نرد على هذه الشائعات. دائما الشائعات بتطول النجاح. احنا بنؤكد تاني ان الدوله المصريه مساله الغذاء الآمن والصحي والمستدام ده مسألة يعني اهتمام كبير من القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء، وبالتالي احنا عندنا انشأنا هيئة سلامة الغذاء، عندنا مسألة الحجر الزراعي، عندنا صحة الحيوان، عندنا منشآت متعددة. بالمناسبة احنا عندنا المعامل بتاعتنا معمل صحة الحيوان ومعمل المركز اللي متبقيات المبيدات والمعمل مركز المبيدات ومعمل أغذية، معامل مرجعية على مستوى العالم وافضل معامل مرجعيه في المنطقه. وبالتالي مساله الرقابه على المنتج، احنا يمكن اطلقنا في السنه الاخيره مساله منظومه التكويد. منظومه التكويد كمان ما فيش حاجه تتصدر الا من منشات محطات او مزارع معتمده، وبنراقبها من البدايه وبنتابعها من البدايه وبنتابعها حتى مساله التصدير. ما فيش شحنه زراعيه بتترد. لو انت رجعت خلال الفتره اللي فاتت احنا بنقول لك احنا اصبح لنا اسم في العالم، ولا وعلينا كلنا، وده دور حضراتكم ان انتم تساعدونا في الافتخار بهذا النجاح. لكن كون واحد حاقد او واحد يقعد يكتب كلمة، الفاكهة المصرية والمنتجات والخضروات المصرية اصبح لها طعم ولا اسم في العالم، كل الدول بتتهافت. احنا بنقول لك اصبحنا بنحتل مراكز متقدمة نتيجة الاجراءات. وبالمناسبة افتتحنا السنة اللي فاتت لتصدير السوق الياباني لأول مرة في التاريخ. كون السوق الياباني عنده إجراءات صعبة جدا بتصل إلى أنه بيصل إلى موافقة البرلمان عشان يقبل سوق، كونه يقبل الموالح المصرية ويجي يشوف الإجراءات ويتابع معانا ويزور الحقول والمحطات، دي شهادة نجاح كبيرة لنا. علينا أن احنا نفتخر بهذا الأمر، وعليكم برضو أن انتوا تساعدونا في الرد على هذه الشائعات المغرضة اللي يعني بتتناول النجاح من وقت إلى آخر، وحضرتك عارف اكيد مين اصحاب هذه الشائعات. يعني شكرا. طيب انا اخد الكل ان شاء الله. سيادة الوزيرة، احنا بس كنا عايزين نطمن على انا اسمي عبد اللطيف من جريده الاهلي مراسل بلومبرج زعفرت. احنا كنا عايزين نطمن على معدلات توريد القمح حتى الان. هل هناك مثلا اتجاه انه نقول نقفل باب التوريد مثلا في شهر 7 في شهر اغسطس او في تارجت لكده؟ وبعدين المساحه بقى الجديده، يعني احنا خلاص احنا خدنا اجراءات احترازيه فيما يتعلق بالعام الحالي، هل هناك اجراءات احترازيه فيما يتعلق بزياده هذه المساحه في 23؟ شكرا. اشكرك استاذ لطيف. طبعا انت عارف ان برضو محصول القمح محصول استراتيجي، والدوله خدت اجراءات استباقيه
قبل ما كنا نتوقع ظروف الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة المحاصيل، وكنا بنترك الأمر لظروف الفلاحين وخلافه. ولكن احنا الحمد لله وصلنا إجمالي التوريد حتى الآن احنا يمكن تجاوزنا 3.6 مليون، وأيضا بخلاف 135,000 طن يمثلوا تقاوي إكسار في ظل توجه الدولة المصرية إن إحنا بنرفع نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة. يعني نقول اللي تورد سواء للتوريد للجهات المسوقة لوزارة التموين أو للتقاوي المعتمدة في وزارة الزراعة يمكن تجاوزنا 3,740,000 طن. وبالمناسبة هذا الرقم لم يسبق في أي عام سابق رغم الظروف الحالية، وده برضو دعم الدولة وارتباطنا بالفلاحين وبرضو وطنية المزارع المصري. لكن ما زال التوريد مستمر، ما زلنا بنتابع مع إخواننا المزارعين والفلاحين، ودعوة من خلال حضراتكم إن إحنا كدولة مصرية قدمنا كل التيسيرات سواء أصناف محسنة، سواء سعر في بداية الموسم، سواء حقول إرشادية، سواء أسمدة مدعمة لصغار المزارعين بنديله السعر بأربعة ونص الأسمدة الأزوتية بأربعة بحوالي 5,000 جنيه للطن، ورغم أنه في السعر العالمي نتيجة ظروف الأزمة برضو ارتفع أسعاره، لكن ده في إطار توجه الدولة للدعم الفلاح والمزارع المصري خاصة الصغير اللي عنده مساحات صغيرة. لكن على الجانب الآخر أن احنا برضو بنبص لزملائنا الفلاحين والمزارعين أنهم يدعموا الدولة المصرية في مثل هذه الظروف، خاصة إيه؟ أن الدولة المصرية لما بتستلم القمح بتعمل إيه؟ ده هي عايزة تحافظ على قدرتها في أنها تستمر في تقديم رغيف الخبز المدعوم. يعني انا مش باخد القمح عشان اعمل بيه او اخد بيه اجراء، ده انا بقدمه تاني وبرجعه للمواطن تاني بسعر مدعوم. فاحنا مستمرين في هذا الامر ان شاء الله، نأمل ان احنا نستمر، واحنا ما بنقفلش الموسم طول ما هناك كميات للتوريد، واحنا بنتابع مع وزارة التموين هذا الامر. لكن اعتبارا من السنة الجاية قد يكون هناك تنسيق برضو مع وزارة التموين ومع الدولة المصرية ان احنا نحط امور اكثر محفزة بما يتناسب مع الظروف، وتفعيل الزراعة التعاقدية بشكل واضح وبشكل يعني في اكثر جاذبية. فاعتقد ان الامور السنة الجاية يمكن تبقى افضل كمان. يعني نأمل إن شاء الله إن إحنا نزيد، يعني إحنا دلوقتي حوالي 3,650، نأمل إن شاء الله نتعدى. أنت شايف الـ 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 المساحات اللي هي استصلاحة سواء الجديدة أو كذا ممكن تزيد. يعني طبعا كل فلاح، وبالمناسبة الفلاح اقتصادي زيه زي حضرتك بيقدر يقيس الأمور، وبالتالي تفعيل مبدأ الزراعة التعاقدية هو الفلاح بيحط الأمر في اختصاصه في دراساته وبيحدد المساحة. لكن احنا ان شاء الله هنستهدف ان احنا يعني نتوسع في المساحات في الفترة القادمة. يعني كمال شكرا السهاني، شكرا معالي الوزير. انا كنت عايز اسال بس عن ملف التعديات على الاراضي الزراعيه. طبعا مع التوسع الكبير للدوله والمشروعات الجديده طبعا كان في على مدى عقود استنزاف للاراضي الزراعيه، وشفنا طبعا التدخل عمليه الدوله بالتشريعات والقرارات الحاسمه. يا ترى وصلنا لغايه فين في هذا الملف، وهل فعلا لسه المعدلات زي الاول ولا القرارات اللي اتخذتها الدوله يعني اثرت في هذا الموضوع؟ الحاجه الثانيه كنت عايز اسال يا فندم، مع استعداد الدوله لاعلان وثيقه ملكيه الدوله، هل ممكن نشوف المشروعات الكبرى في مجال الزراعه زي الدلتا الجديده ومطروحه ايضا لامام الاستثمار؟ وهل وزاره الزراعه يعني حددت الحاجات اللي هتطرح في مجال الزراعه؟ شكرا. طبعا انا بشكر حضرتك، لكن مساله التعديات يمكن حضرتك شفت الاجراءات ده، احنا عندنا دوله رئيس الوزراء يمكن بيعقد اجتماع لمتابعه هذا الملف، يعني مش عايز اقول يكاد يكون اسبوعي مع كل الوزارات والجهات ذات الصله. وكمان فعلنا منظومة التغيرات المكانية اللي بتقدر ترصد عشان نقدر يبقى فيه رقابة وحوكمة. يعني إذا كان الموظف في المحليات أو في الزراعة أو خلافه ما بيتابعش بالجدية، أصبح عندنا ملف التغيرات المكانية أصبح بيرصد، وبالتالي توجيهات دولة رئيس الوزراء أن تحصل مطابقة دائما ما بين الواقع على من خلال الدفتري والملف التغيرات المكانية. وبالتالي نتيجة هذه الإجراءات ونتيجة الانضباط أصبحت المسألة يمكن انخفضت إلى درجة كبيرة. لكن اسمح لي أقول لك إن هذا النجاح في هذا الملف هو مسألة مجتمع، مسألة دوري ودور حضرتك ودورة المجتمع ودور المواطن نفسه. التعديات على الأرض الزراعية وتآكل الأرض، حضراتكم شايفين هو عمالين نتكلم عن الأمن الغذائي، عمالين نتكلم عن تكلفة مرتفعة لاستصلاح الصحراء، عمالين نقول إحنا الدولة الوحيدة اللي بنستصلح الصحراء. لابد إن كلنا نحافظ على ما تبقى من الأرض الزراعية، لأن بتضغط على المرافق، بتؤدي إلى إهدار لفرص العمل، بتؤدي إلى مزيد من التفتت الحيازة،
بتؤدي الى انخفاض الانتاج الزراعي، بتؤدي الى التاثير على فرص العمل للشباب والمراه وزملائنا اللي موجودين في الريف. فدي مساله مجتمعيه لابد ان احنا كلنا يبقى متصدين لهذا الامر. دور الحكومه، دور المجتمع، دور الاعلام ان يسلط الضوء بصفه دائمه على هذا الامر، واحنا بنتابع على مدار الساعه هذا الامر. يمكن زي ما بقول لحضرتك دولة رئيس الوزراء بيتابعنا والمحليات والجهات المختصة في انعقاد دائم زملائنا، ومشكلين لجنة برئاسة وزارة الزراعة مع التنمية المحلية والسادة المحافظين، بيتعرض بيان يومي يراجع هذا الأمر. لكن أنا بطلب من خلال حضرتك وبشكرك على هذا السؤال أن الناس تعي خطورة هذا الأمر، ولابد أن أنتم تتناولوا هذه المسألة ومسألة الزيادة السكانية. ده موضوعين مهمين جدا يجب ان حضراتكم يعني تتناولوهم بمزيد من الايضاح ومزيد من التوعيه عشان نقدر نحقق والمجتمع يحس بفرص النجاح وفرص التنميه اللي بتتم. الموضوع الثاني وثيقه الملكيه. يمكن لو بصيت على الشاشه الفرص الاستثماريه المتاحه في قطاع الزراعه، مشروعات استصلاح الاراضي، مشروعات معالجه المياه والطاقه الشمسيه، احنا عندنا مشروعات الانتاج الحيواني، الثروه الداجنه، الثروه السمكيه. احنا بنطرح يعني عندنا 9 اماكن صدر بهم قرارات جمهوريه للاستثمار الداجني في المحافظات المختلفه، موجودين على المواقع، موجود على مواقع هيئه الاستثمار عشان نعملهم القطاع الخاص ان شاء الله. عندنا كمان حوالي 22 موقع على في البحر الاحمر والبحر المتوسط للاستزراع بنظام الاستزراع السمكي بنظام الاقفاص موجوده. المشروعات الثروه الحيوانيه، مشروعات القوميه المرتبطه بالزراعه زي ما قلنا مستقبل مصر، نموذج للشراكه مع القطاع الخاص، كل المشروعات الزراعية في هذا الأمر. وزي ما بقول القطاع الزراعي بالذات بيغلب عليه القطاع الخاص، وحضرتك بتسمع فخامة السيد الرئيس عندما يفتتح مشروع مرتبط بالإنتاج الحيواني أو السمكي أو كذا بينادي القطاع الخاص أن يتفضل ويتقدم معنا، وإحنا بنقدم له المشروعات مرفقة وأصبحت إنتاجية وبنتغلب، والدولة هي اللي بتتحمل الصعوبات وإنها بتعمل البنية التحتية اللي هي فيها الريسك والإنفاق، وبترجع تقدم المشروعات للمستثمر في القطاع الخاص. فاحنا يعني اعتقد ان ده توجه كبير من الدوله. يعني استاذ احمد ابو الحسن معالي الوزير، يعني حضرتك تفضلت وذكرت ان نصيب الفرد كان ما يقرب من المحاصيل الزراعيه ما يقرب من 2 فدان، وحاليا نتيجه للزياده السكانيه التي اصبحت تلتهم العديد من النمو الاقتصادي، يعني اصبح نصيب الفرد ما يقرب من 2 قراط يعني. ولكن بكل أسف الزيادة السكانية ما زالت مستمرة. عايزين نعرف من حضرتك كيفية التغلب على هذا الأمر، وما هي الرؤية المستقبلية للزراعة أيضا في ظل تغير المناخ. السؤال الثاني حضرتك بعد إذنك، يعني هناك العديد من التعاون الاقتصادي بين يعني بتقوم به الحكومة خلال هذه الفترة مع العديد من الدول المختلفة في مجال تبادل الاستثمار وتبسيط الإجراءات في كافة المجالات على المستوى الاقتصادي، والنتائج ملموسة على أرض الواقع. هل هناك استثمارات أجنبية في مجال الزراعة بعيدا عن الاستيراد والتصدير؟ يعني هناك استثمارات في مجال الأراضي أو زراعة الأراضي الصحراوية لدينا في مصر؟ شكرا معالي. شكرا استاذ احمد. طبعا بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هو موضوع التغيرات المناخيه وتاثيرها على قطاع الزراعه، يمكن زي ما قلنا في كثير من الاحاديث ان قطاع الزراعه يعتبر من اكثر القطاعات تاثرا بالتغيرات المناخيه، واقل تاثرا ومساهمه في الانبعاثات، يعني رغم انه ما بيساهمش في الانبعاثات الا انه اكثر قطاع متاثر، وبالتالي لابد ان يكون هناك دعم وتوجه في سياسه ان احنا نقدر نقدم برامج للتكيف مع التغيرات المناخيه. قطاع الزراعه بيؤدي يعني التغيرات المناخيه قد تؤدي الى زياده استهلاك المياه، تؤدي الى نتيجه انتشار امراض، تؤدي الى زياده نسبه الملوحه في التربه، بتؤدي الى تغير في مواعيد الزراعه، وبالتالي الدوله احنا كمراكز البحوث الزراعيه بالتنسيق مع الجهات ذات الصله ان احنا عندنا برامج وشركاء التنميه كمان يمكن مشتركين معنا في مجموعه من البرامج اللي بتمكن قطاع الزراعه من التكيف. وانا هنا عندما اتحدث في قطاع الزراعه لا اقصد قطاع النباتي فقط، ولكن اقصد القطاع الانتاج الحيواني، الانتاج الداجني، الانتاج السمكي، لان ده كله تحت مسمى قطاع الزراعه. عندنا برامج كتيره للتكيف واستخدام الزراعات الذكيه والزراعات الدقيقه والابتكار الزراعي واستنباط اصناف متاقلمه مع الظروف المناخيه، ويعني اعاده الاستخدام المحاصيل القادرة على تحمل الملوحة، ويعني عندنا برامج متعددة لمواجهة هذا الأمر، وعندنا مشروعات متنوعة في هذا المجال. يعني
فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي الخارجي، يمكن حضرتك شفت من الأسبوع اللي فات أو كده من فترة قريبة اتفاقية التكامل مع الإمارات والأردن اللي وقعها دولة رئيس الوزراء مع وزير الصناعة في حضور دولة رئيس الوزراء في الإمارات، وبنستهدف هنا أن احنا نحقق قدر من التحالفات مع الدول اللي تقدر يبقى فيه تكامل وعندها مزايا نسبية بتستفيد من المزايا النسبية اللي عندها وهي بتستفيد عن المزايا النسبية اللي عندنا، في سبيل أن احنا من محور الأمن الغذائي من ضمن المحاور الرئيسية في محور هذه الاتفاقية، وبالتالي الهدف منها ان احنا برضو نستثمر في المحاصيل الاسترجية القمح والذرة، ويمكن عندنا بعض المستثمرين اللي من الدول العربية او غيرها استثمارات كبيرة في مجال القطاع الزراعي والانشطة المرتبطة بها، عندنا شراكة مع حوالي اكثر من دولة افريقية، عندنا 9 مزارع افريقية موجودين في مجال الزراعة والانتاج الحيواني وخلافه، بنعتبرها مزارع نموذجية بتعظم الارتباط وريادة الدولة المصرية لقيادة الدول الافريقية والتعامل معها، بتعتبر يعني مشروعات بحثية بنستنبط فيها اصناف جديدة، بنقدم لهم التعاون، بندعم القدرات عندهم، كل دي الدولة المصرية منفتحة. انا يمكن في مقدمين حاجات فيما يتعلق بالأمصال واللقاحات المرتبطة بالثروة الحيوانية في جنوب السودان قريبا في إطار توجيهات القيادة السياسية، إن إحنا لابد أن يبقى فيه تكامل وتدعيم لفرص التعاون مع الدول الإفريقية، فأعتقد أن هذا المجال يعني محور اهتمام من الدولة المصرية. بالنسبة أو وزارة الزراعة بالأخص في التوسع في التصنيع الزراعي وصناعات مكملة خصوصا مع القطاع الخاص مع الوزير، شكرا لحضرتك. اشكرك. هو طبعا القطاع الزراعي هو دوره يقدم الانتاج، يعني احنا بنقدم الاصناف الجديدة وبنزود الانتاجية وكذا، لكن بننسق بقى مع الوزارات ذات الصلة زي وزارة الصناعة زي وزارة التموين بحيث ندعم زي القطاع الخاص ان احنا نتوسع فيه، يعني احنا ان شاء الله في توجه الدولة المصرية ان تعظيم القيمة المضافة، التصنيع الزراعي هو بيعظم القيمة المضافة، وبالتالي اعتقد ان الدولة واخدة محور التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة عندنا، سواء في مجال زي ما زملائنا قالوا في مجال الصناعات الزيتية او في مجال تصنيع الخضر واستخدامه في وقت الفجوات وخلافه، اعتقد ده محور مهم بيعظم لنا القيمة المضافة، واحنا كدولة على مجموعة الوزارات المعنية والمختصة بننسق معاهم بحيث بنقدم لهم المنتج وفي سبيل ان احنا نعظم القيمة المضافة. يعني مؤمن عطله جريدة اخبار اليوم. سؤالي عن محدودية مياه الري، احنا شايفين ان مصر بتقوم بمشروعات ضخمة في الاستصلاح الزراعي، يعني ما اخرها الدلتا الجديدة وغيرها من المشروعات، كنا عايزين نعرف ايه الاجراءات اللي وزارة الري وزارة الزراعة بتقوم بيها لتوفير يعني المية هتتوفر لها منين الاراضي دي. السؤال الثاني، الري الحديث وصل لحد فين دلوقتي يا فندم؟ هو محور التعامل مع الري محاور متعددة، يعني مسألة احنا بنشتغل على دولة مصرية في سبيل زي ما قلنا تاني، عندما تكون الموارد محدودة عليك ان انت تبحث على بدائل، اول هذه البدائل توسع الدولة في المعالجة، إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ويمكن أشرت في البداية إلى أن الدولة كانت دولة رائدة، احنا بالمناسبة بنعتبر من مش عايز أقول من أولى الدول في العالم في كفاءة استخدام المية، لابد ان احنا نعي هذا الامر ونشوف احنا مصنفين من الدول الاولى في العالم في كفاءة استخدام المياه من خلال المحاور المتعددة، فبالتالي عندك محور اللي هو اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، المحور الثاني موضوع المشروع القومي الاطلاق في قمة السيد الرئيس اللي هو تبطين الترع، ده بيؤدي الى تحقيق قدر من العدالة، بيوفر المية، بيقدر يؤدي الى حياة كريمة للمواطنين، وبالتالي المحور الثالث احنا كمان مسألة تحديث نظم الري، يمكن الاراضي الجديدة اصبحت نسبة نظم الري الحديثة فيها اصبحت خلاص منتهية، احنا متجهين اطلقنا برنامج قومي بتمويل مصرفي بدون فايدة على 10 سنين عشان نشجع مسألة التحول إلى نظم الري الحديثة، وبننسق مع وزارة الري في هذا الأمر، ويمكن بدأنا بمحافظتين نموذجيتين القليوبية وبني سويف وشغالين فيهم في هذا الأمر، ولكن الأمر ليس فقط في مسألة هذه المشاريع، ولكن استنباط أصناف جديدة قليلة الاحتياج للمياه ومبكرة النمو، يعني لما يبقى عندك محصول كان بياخد 150 يوم بقى بياخد 120 يوم، فبالتالي انت اصبحت وفرت ري او اتنين، ده محور من محاور كونك تستخدم الممارسات الزراعية الجديدة، تسوية بالليزر او الزراعة على مصاطب او خلافه
ده يعتبر برضو محور من المحاور. كمان بتستخدم الزراعة الدقيقة والزراعة الذكية ان انت تقدر تعمل تقدير الاحتياجات المالية المائية للنبات وتقدر تحدد درجة الرطوبة. كل دي محاور متعددة عشان نقدر نتغلب على هذا المحور يعني. شكرا. بعد إذن حضرتك السؤال الأخير يا فندم الأستاذ محمود. محمود مطاوع صدى البلد. طبعا الدولة بتعمل الفترة الأخيرة ديت على دعم الفلاح، فإيه هي جهود الدولة لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعار مناسبة في ظل ارتفاع الأسعار الموجودة عالميا دلوقتي؟ احنا دعم الفلاح ليس مقتصر على، انا بشكرك على هذا السؤال، لكن دعم الفلاح ليس مقتصر على الأسمدة فقط. لكن ما زال عايز اقول حاجة، احنا الأسمدة ما زال بندعم الفلاح الصغير بس زي ما قلنا في الأسمدة الأزوتية حوالي 5000 جنيه للطن، رغم ان سعره يبقى الضعف او اكثر في السوق الحر، وذلك ايمانا من الدولة ان احنا بندعم الفلاح الصغير يعني. لكن عايز اقول حاجة، ان دعم الفلاح ليس مقتصر على الأسمدة. مسألة توفير تقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية دي نوع من أنواع الدعم. مسألة إن أنت تعمل حقول إرشادية عشان تعلمه وتطوره وتبدأ تخليه ينتج أكتر ده نوع من أنواع الدعم. مسألة إن أنت تقدم له خدمات الممارسات الزراعية بالليزر أو بالتسوية أو خلافه بأسعار أقل من التكلفة وتوسع في الميكانة الزراعية ده نوع من أنواع الدعم. كونك ان انت تفتح اسواق جديده للصادرات الزراعيه عشان تقدر تحافظ له على مستوى مناسب من الاسعار وتقدر تمكنه من ان يصدر انتاجه للخارج ده نوع من انواع الدعم. كونك تقدم له تحديث نظم الري الحديثه اللي هي بتؤدي الى زياده الانتاجيه وبتوفر في التكلفه وبدون فايده وعلى 10 سنين نوع من انواع الدعم. كونك تقدم له قوافل بيطرية عشان نحافظ على الثروة الحيوانية بتاع صغار المربين ونقدر نحافظ على استدامتها ونأمن عليها في صندوق التأمين على الماشية ده نوع من أنواع الدعم. كونك تقدم المشروع القومي للبيتيلو اللي هو موجه أصلا لصغار المربين والمزارعين وبفايدة 5% وزي ما قلنا ضخ أكتر من 7 مليار جنيه نوع من أنواع الدعم. كونك تقدم تمويل للمحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل كلها للفلاح والمزارع المصري من خلال مبادرات من خلال الجهاز المصرفي البنك الزراعي المصري وخلافه بفايدة 5% لهذه المحاصيل نوع من أنواع الدعم. كونك تدمج المنتجين الزراعيين والمصدرين الزراعيين في منظومة رد أعباء التصدير وإن أنت تدعمهم في إدخالهم في كل المبادرات الميسرة المعلنة من البنك المركزي نوع من أنواع الدعم. كونك ان انت تتبنى مشروع زي ما فخامه السيد الرئيس بيتبنى مشروع تحسين السلالات لدى صغار المربين وتجيب له راس ماشيه معدل تحول اللحوم فيها عالي ومعدل ادرار اللبن عالي رغم انها بتاخد ذات التكلفه عشان تزود من دخله وتوفر له حياه كريمه ده نوع من انواع الدعم. كونك ان انت تعمل يعني تطور مراكز تجميع الألبان عشان تقدر تجد آلية وترفع من مستوى التسعير ومستوى اللبن يبقى آمن صحي وآمن وتؤدي إلى وجود سلاسل للتوريد وتربطه بمصانع المنتجات الألبان. أعتقد موضوعات كتيرة جدا لو عدنا نتحدث، بس أنا يعني مش عايزكم تحصروا الأمر في مسألة الأسمدة فقط. عندنا مشروعات كتيرة جدا لدعم الفلاح والمزارع. ليه بقى؟ لأن الفلاح والمزارع المصري هو حياتنا، فاحنا يعني من خلالكم بنوجه له كل الشكر يعني. شكرا. شكرا لحضرتك معالي الوزير، ونشكر السادة الصحفيين والإعلاميين، شكرا لحضراتكم جميعا. أشكركم جميعا، شكرا.